أول شيء نحتاج توست ونحتاج خس وجبن شرايح ومرتديلا دجاج ولحم ونحتاج مايونيز. سويها هذه كل المقادير؟ اي. يلا الخطوة الأولى ايش هي يا جمانة؟ باخذ الخبز وبقص الأطراف حقتها. يلا بس انتبه على يدك، دائما ننوه يا جماعة الأشياء هذه تكون بمتابعة الأب، الأم، الأخت الكبيرة، الأخ الكبير. كلام هذا ما في لعب، المطبخ بالذات ما يدخل إلا أحد مهيئ يعرف يتعامل مع أدوات المطبخ الكثيرة. يلا كمل يا بنتي. قصينا الأطراف، ما عليكي. حتديني ولا حتسحبوا علي؟ دائما ترى البنات يتآمروا علي ما يعطوني من الاكل والعصير. ها؟ انا اخذ اكثر شيء؟ الاكسجين. المره الماضيه ايش عملتوا؟ عصير. ما شربت منه انا العصير المره الماضيه؟ ما كان من حظك يعني. ما كان من حظي، وبقياده لانا تآمرت علي وما خلوني. ها يا جماعه ايش قاعده تعملي؟ وين وصلتي؟ ستينا. يلا بس كلمينا لا تخلينا كذا. ايوه الحين بنقطعهم كلهم. ايوه خلينا نكتفي باثنين ثلاثة وتحت الهواء بعدين نلعب لعب جامد كذا شوي. بس عشان الوقت يلا نبدا ننفذ على اللي موجود وجاهز يا بنتي ان شاء الله. لين عاد يبدا كذا بعد البرنامج ناخذ راحتنا، نفرش وناخذ راحتنا. الحين ببدا احط المرتديلا فيها. يلا الان التست جاهز. اول شيء نحط فيه ايش؟ بحط عليها المرتديلا. حلو. ثم في حاجه بس بشغل لك اياها، نسينا نشغلها. كملي بحط على التست. حنحط المرتديلا؟ لا نحط المرتديلا ثم بنحط المايونيز فوق المرتديلا. حلو. قفل. ايوه شاطرة. يلا يا درر بقى عندنا تقريبا دقيقتين. بعدين بدهنا على كل يعني مرتديلا. يلا يا درر. والله شكله يشهي يا جماعة، شكله يشهي. ايش غير المرتديلا حتحطي فيها؟ بحط عليها مايونيز قليل شوي يعني مكتب. شوي ها؟ على حسب اللي يبغى من غير. طيب يقدر ما نحط عادي. ما نقدر نحط بيض بس احنا نفضل بدون بيض. حلو حلو حلو. بعد ما حطيت المايونيز فوق المرتديلا حطيت طبقه ثانيه. ايوه. من حطيت عليها الخس وحطيت عليها شريحه المرتديلا اللحم مو دجاج. تمام. بقفل عليها وبحطها بالاله، بسوي الباقي نفسه. حلو بالآلة، الآلة جاهزة، أنا شغلتها قبل شوي. تمام؟ عندك هذا العود اللي نحط بعدين. يلا حلو، بس انتبه إذا طلعت الريحة حق الخبز بعدين. كذا تمام؟ لا أنت خلصتيها بتاكليها. نحط الشريحة. هذه لو خليناها كمان دقيقتين بتغلقها ما شاء الله مع البنات. أنا قلت بناكلها. ناكلها، يلا وريهم الشكل. طيب ارفعيه كذا شوية نشوفه. يلا. هذا هو. ايوه هذا هو الشكل النهائي. الله الله. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.